بدأ وفد الشعب البرلماني لمملكة البحرين المشاركة اليوم في اجتماعات الجمعية 38 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في الفترة من 24 حتى 28 من مارس الجاري بجنيف. وبدأت الاجتماعات بمشاركة الوفد البحريني في الاجتماع التنسيقي للبرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية، حيث تقدم العضو جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى بطلب دعم مقترح مملكة البحرين حول عدم المساس بالمكانة التاريخية والقانونية لمدينة القدس، ولاقى ذلك كل الدعم والتأييد من قبل المجموعات البرلمانية الشقيقة والصديقة. كما شارك وفد الشعب البرلمانية في منتدى النساء البرلمانيات، حيث شارك مملكة البحرين في عدد من المقترحات والمداخلات التي تبرز دور المرأة البحرينية ومشاركتها الفاعلة في جميع المناصب والمجالات، وأن المرأة في البحرين تحظى بدعم كامل من قبل الجميع. كما وتحدث الدكتور سوسن تقوي عضو الشعب البرلمانية حول عن تعزيز تكافؤ الفرص والتمثيل السياسي للمرأة من خلال طرح عدد من المبادرات الهامة. طبعا اليوم حضرنا الاجتماع التنسيقي للجمعية البرلمانية الآسيوية برئاسة سعادة العضو جمال فخرو نائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وتم عرض أنشطة الجمعية البرلمانية الآسيوية، بس أهم ما دار في الاجتماع حقيقة هو مقترح البحرين بشأن الحفاظ وعدم المساس في المكان القانونية والسياسية لمدينة القدس. الأخ جمال فخرو دعا الأعضاء بدعم مقترح البحرين اللي تبنته الكويت وفلسطين، والحمد لله لاقى تأييد ودعم ومساندة جميع وفود الجمعية البرلمانية الآسيوية. تنسيق الكويتي البحريني الخليجي بحكم المتطابق وبنسبة 100%، وهناك تعاون نستند عليه بشكل مستمر، وهو قضية التنسيق لطرح أي بند إضافي. ووجدنا من مسؤوليتنا أن نمثل أشقائنا في فلسطين المحتلة ونلفت انتباه العالم للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وضد القانون الدولي اللي تجري في فلسطين المحتلة من قبل الكيان الصهيوني، ونأمل أن ننجح في فرض هذا البند الإضافي على جدول أعمال المؤتمر. يعني دائما يكون موقفهم إيجابي. أنا خلال الاجتماعات اللي أحضرها وباعتباري أيضا عضو دائم في لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، والبحرين أيضا ممثلة في هذه اللجنة، دائما يكون هناك مقترحات جيدة وهناك دعم للمقترحات العربية من قبل البحرين، وبعض المقترحات التي تقدمها مملكة البحرين في غالبيتها إيجابية.